مثل ما سمعتوا، نستقر بهالقصر. انسوا هداك. طيب فورال، انتوا امتى اخذتوا هالقرار؟ او على القليل ليش ما استشرتونا؟ وليش بقى لحتى نستشيرك؟ كنتي رح تبيعي اسهمك اللي اخذتيها مني وتشتري القصر؟ لك شو هالكلام السخيف يلي عم تحكيه وعم تتمسخر من دون خجل؟ القصر مو لك لحالك، كلياتنا قلنا حق فيه. كان اهم عقار ورثناه من ابونا. مين سألت لما بعته؟ سألني. لكن انت كمان عندك علم بهالشي؟ ما بصير شي بهالعيلة من دون علمي سنان، ما بتعرف؟ امي عقلي ما عم يستوعب بنوب. طيب ليش بعتوه للقصر؟ وانتو بعتوه بالسر ومن دون ما تخبروا حدا؟ انا بخبر سنان ليش بعنا القصر. اذا عندك فضول تعرفي بتسألي زوجك بعدين. انا ولادي اصحاب الحق هون. مليت وقرفت من تخطيطاتكن وانكن تضلوا تتجاهلونا دائما. بعدين مو انت يلي قلتي انه هداك القصر اهم شي بالنسبة للعيلة؟ سنان لو سمحت اهدى، لانه انجبرنا نبيع القصر وساق فيني كان هذا افضل حل. وساق فيكي؟ انت عم تتمسخري علي مو هيك؟ موضوع القصر تسكر. لما يجي الوقت المناسب كلكن بتاخدوا حقكن من المصاري. اي مصاري؟ الموضوع بس مصاري؟ الموضوع تسكر سنان. هلأ في عنا موضوع أهم نحنا لازم نحكي فيه. أرماك وكينان قرروا أنه يكتبوا كتابهم. هن رح يتزوجوا عن قريب. وأنت ليش عم تخبرينا؟ حلي الموضوع أنت وفورال، لأنه أنا ما إلي رأي هون. أنا بهنيكي، انت مثلتي دور الام المضحيه باسلوب رائع. وانت عم تتمسخر علي من دون خجل كمان. ما سويت هيك لاني موافقه على عملتك. انا تصرفت كانه عندي علم مشان اولادي ما يتخانقوا. يعني بدك ياني يتشكرك على هالشي؟ لا، بكفي انك ما تساوي اي شي لحالك. بعدين انا بدي منك شي. تحت امرك، تفضلي. أرماك وكينان رح يتزوجوا، اصحك تعمل شي. أصحك تحاول تتعرض لكينان، ما بدي يصير أي مشكلة. بهي الحالة بعدي الكلب عن أختي. أساساً ما عم أفهم ليش وافقتي إنه يتزوجوا. مشان راحة أرماك وتكون مبسوطة. صياد السمك ما رح يساعدها لأرماك، ورح يعكر لنا سعادتنا كلنا. لما تفهمي رح يكون تأخر الوقت كتير. أخ يا فورال، أنت لما تفهم الحقيقة رح يكون تأخر الوقت. مستحيل اقدر اطلع من البيت جالة. فورال هون. قدرت اعرف شي مهم؟ يمكن توقعاتنا صحيحة. فورال وجينان عم يخبوا سر كبير. بظن انه جينان بتعرف شو صار لناز. وهاد رأيي، هنن الاثنين ما بيخبوا اي شي عن بعض. ونحن قربنا نعرف كل شي. انا بدي اطلب منك شي مهم هازال. ما بعرف يلي عم تطلبيه صعب. بعدين من وين بدي لاقي؟ هزال بترجاكي كتير مهم. أنا فهمت عليكي، بس إذا مسكت كيف بدي وضح له الموقف؟ لازم تحليها لبكرة هزال، ما في عنا وقت. ماشي رح جرب، بس بلكي ما نجحت. أنتي مجبورة تنجحي. نحن عم نمشي بالطريق الصح هزال، قربنا كتير لنوصل للحقيقة. إن شاء الله. حبيبتي هازال، إجا فورال. هازال أنت بالحمام؟ إيه فورال، عم نشف شعراتي. في موضوع مهم حابب أحكي فيه معك، ممكن تطلعي إذا خلصتي؟ يلا دقيقة واحدة حياتي. فورال شو صاير؟ إن شاء الله نعيمة. شكراً. على أغلب الموضوع اللي بدك تقوله مهم كتير. إيه يمكن،
أرماك وكينان بدهم يكتبوا كتابهم ويتزوجوا بسرعة. كتير حلو، بتمنى يكونوا مبسوطين. والله ما بعرف إذا رح يكونوا كتير مبسوطين ولا لا، بس أنا من هاللحظة راحت سعادتي كلها. فرار، بظن حكينا بهالموضوع وانت وافقت على زواجه ووعدتني بهالشي. مثل ما قلت لك رح أوفي بكل الوعود اللي عطيتك ياها. أنا كتير بحبك هزال، وحتى مستعد مشانك انسى كرهي لصياد السمك هاد. انت الوحيدة بهالدنيا اللي بوثق فيها، رجاء لا تخيبي لي ثقتي وحبي لإلك. ما بدي أرجع لفورال القديم يا هزال. انت لا تشغل بالك، بس انسى الماضي وفورال القديم وهزال القديمة، كل شي رح يكون حلو وثق فيني. أنا بثق فيكي. شو صار؟ حكيت مع كينان؟ هو ايه؟ وصل لأحمد؟ حكيت معه، هو رايح لعنده. منيح، المسكين انهار من اللي صار، بس بظن إنه هيك أفضل إنه يعرف حقيقة إيبرو. وأنا برأيي منيح اللي هيك صار. أنت لما قلت اتركوه يتصرف على راحته، أنا ما قلت شي، بس البنت كتير استغلت أحمد، مجوهرات وتياب وغيرها. هو سحب كتير مصاري من البطاقة الائتمانية مشانه. عادي، المصاري مو مشكلة، أنا بسامحه على المصاري. الله يرزقكم معلم، بس المشكلة مثل ما قلت لك إيبرو استغلت أحمد. بصراحة كتير منيح إنه صار هالشي وعرفها على حقيقتها. والله ما بعرف يا حافظ، بيقولوا لما تنطفي الجمرة ما بتأذي، بعد ما نكشف وش الواطي على حقيقته ما عاد يأذينا. بس إنه نوقع بحب واحد واطي مشكلة كبيرة. بكل الأحوال خلي عيونك على أحمد. أكيد معلم، لا تأكل هم، أنا راح أحميه. عزيز عزيز طلع على برا ولاك. عزيز، مو هذا صوت خليل؟ ايه صوته. ولك عزيز، بعدوا عني ولك، تركوني بعدوا عني. عزيز توبراك، يلا تعال شوف، يلا طالع برا. رايح نشوف مين مفكر حالك. ولك تركوني، لا تصرخ يا عزيز. يا عيب الشوم عليك يا عزيز، كيف بتسوي هيك فيني؟ تركوني ولك، انت عم تحميلي حالك بهالكلاب. تركو معلم، يلا تركو. قول شو مشكلتك خليل. أنا ما رح أتراجع عن قراري أساساً، ما عاد يهمني شو ما صار، المهم أني أتطلق. بس أنا بعرف خليل ممكن يساوي شي سيء. الشيطان عم يقول لي هلأ أمسك العصاية بإيدي، أخده غصماً عنه لعند القاضي وخليه يوافق على الطلاق. يلا اتصلي بهالمحامية، بلكي بتعطيكي نصيحة. مزبوط كلامك، بكرة بحاكيها. وليش لبكرة يعني؟ اتصلي فيها هلأ، لسه بكير ملاك. أنا بعرفك منيح، ما رح تقدري تنامي لبكرة الصبح. والله معك حق، رح أتصل فيها. يلا اتصلي ولا تضيع الوقت. مو على أساس أنت الشهم والقبضاي وأنا الحقير؟ بس يلي سويته كتير وسخ يا عزيز توبراك. أنت دمرت بيت مرة متزوجة، ما في أوسخ من هيك شي بالدنيا. احكي بأدب. لما أسست هداك البيت انت هدمت 25 سنة من عمري يا خليل، على شو جاي تحاسبني هلأ؟ يعني عم تتقبل انك اغويت على ملك؟ عم تقول بوشي من دون اي خجل يا عزيز؟ انتو سمعتوا مو هيك؟ ولك تفوق عليك يا حقير. ولك غبي، كيف تحكي بقلة ادب مع معلمي؟ حافظ خلص اتركه، بعد عني ولك كلب. مو على اساس بيناتنا اتفاق؟ مو انت وعدتني انك ما عاد تحوم حوالين ملك لما اعطيك الرسالة؟ ليش ما وفيت بوعدك؟ هي رجولتك خليل. اسمع، هديك المرة تركتك لانك جبت لي خبر عن اختي، بس ما عاد اتركك. وشو رح تعمل يعني؟ بدك تضربني كمان ولا رح تقوصني؟ قوص، شو عم تستنى؟ انا بدي موت لك، يلا اوسوني اوسو. خليل انا مالي علاقة بالموضوع،
بس الظاهر انه ملك شافت وشك الحقيقي وقررت هالشي. ولك حاجتك كلام فاضي. اذا كنت سيء او خاين بضل زوج ملك. اسمع، الموضوع ما رح ينتهي هون وانا ما رح اسكت. رح اقول انه عزيز توبراك هدم لي بيتي، انت دمرت لي حياتي، فهمتوا لك؟ انا رح ورجيكن قسما بالله لحتى هد هالمكان فوروسكن، رح كون بلوتكن. ليش خليت هالكلب يحكي؟ كنت خرسته. لا تلمسوه. بس هاد رح يعملنا فضيحة. ما بيطلع بإيده شي. لما بيفيق الصبح بيرجع عقله لراسه. خليل ما له مشكلة بالنسبة إلنا يا حافظ. هلأ هدفنا فورال. المفروض بأسرع وقت نربط له إيديه وإجريه ونحصره بالزاوية. ماشي معلم، ماشي. فهمت حضرة المحامية. ما أنا موافق على الطلاق. ما فينا نتطلق من طرف واحد؟ لا، الظاهر مستحيل يقتنع. ماشي. شكراً إليك. تصبحي على خير. ايه بنتي، شو قالت المحامية؟ القاضي ما بيطلقنا بجلسة واحدة إذا ما اتفقنا على الطلاق. عمتي، ما رح أخلص من هالرجال بقى. قسماً بالله الرجال مثل اللزقة بحياتك، ومبين خليل ما رح يحل عنك بسهولة. والله ما بعرف. شوف، هذا الطوق تبع أبي، تذكرته أخي؟ طبعاً تذكرت. المرحوم أعطاني إياه قبل ما يموت بكم يوم. كان يقول لي تمسك بالحياة منيح. لما يكون البحر هادي ولما يكون البحر هايج، لا تترك مقود القارب. يلي بيوصلك لبر الأمان هو المقود. إذا تركته بيختل توازنه. خود. خلي هالطوق معك. قاربي غرق من زمان يا قبطان. انكسر وانقلب وغرق. القارب يلي ما إله مقود ما بيوصل لبر الأمان. لسه ما غرق شي. مو ضروري كل قارب يقلب بكل عاصفة. امسك المقود بقوة ولا تستسلم. ليش دائما هيك بيصير يا كنان؟ ليش أنا بكون ناقص على طول؟ سنين وأنا متحمل هالحياة برجلي المعاقة، بس ما رح أقدر أتحمل قلبي يلي عم ينزف. جرح القلب بيوجع كأني عم موت. ما رح تموت يا أخي، رح تتجاوز هالجرح. صح أنه عم ينزف وأنه عم يجح، بس ما رح يقتلك. انت بس ادعي ليروح الوجع. ممكن ما يروح بسرعة، بس بالنهاية هالجرح رح يلتقي ورح تتعود على الأثر يلي تركه. رح تتعود على غياب اللي فتحت هالجرح.
ها إجا خليل. بابا. أوه إبرو خانم، أهلين وسهلين. يا ترى شو يلي جابك لهون؟ وشو رح يكون؟ أنا قلقت عليك لما اتصلت وسألتني عن عنوان عزيز، خفت يصيبك شي. حضرتك ما اهتميتي فيني وسكرتي بوشي، شو صار لخفتي على أبوكي؟ حلي عني يا بابا. خليني ساعدك، انت مانك قدران توقف. تركيني وبعدي عني، ماني محتاج لمساعدة حدا، بإذن ربنا عندي رجلين بيحملوني. تركيني. على مهلك شوي، انتبه بابا رح توقع. قابلت عزيز توبراك؟ ايه قابلته، رحت وبهدلته بنص بيته، ما استرجى يفتح تمه. تعال. هو مين مفكرني؟ بابا انا رجال قبضاي. بابا سكوت، اكيد ورطت حالك بمصيبة. رح كون مصيبة عراسه، بدي حاسب الكل، الكل وعزيز اول واحد وملك كمان. ما رح انسى انك سكرتي الخط بوشي برو، رح حاسبك على عملتك كمان، ما رح سامحك يا بنت. ماشي مثل ما بدك، ما تسامحني، حاسبني وحاسب كل الناس مثل ما بدك. ماشي انا رح حاسبكن كلياتكن. وقف بابا، انت مو قلت لي انه رقم غرفتك 106؟ اخ هديك هي الغرفة، رح حاسب الكل واول عزيز وملك. ماشي وطي صوتك، يلا عطيني المفتاح لافتح الباب. لا بفتحه لحالي، ماني بحاجة مساعدتك. انت مو قدران تشوف قدامك ولا توقف على رجليك. قال بده يفتح الباب. قال ورجيكن. وقف. اوف منك يا بابا، شو في داعي تقل بالمشروب لهي الدرجة؟ أنا رح أبقى معك بالفندق. ليش بدك تبقي بالفندق؟ عندك غرفة ملوكية بالقصر، ليش لتضلي هون؟ أنت مانك مسكينة وفقيرة مثلي. ما عاد روح على هداك القصر، تخانقت مع هذا الخانم. آه هي قلعتك مو هيك؟ هلأ فهمت، هي وأمها ناكرات للمعروف، هي وأمها ناكرات للمعروف. صار لي 25 سنة متزوجة لملك، أنا قبلتها مع بنتها يلي ببطنها، كنت قبل بنت رجال تاني، وعطيتها كنيتي لهزال. وملك شو عملت؟ آه شو عملت؟ بدها تتطلق مني، هي سيئة وناكرة للمعروف. دقيقة دقيقة، شو هاد اللي عم تقوله؟ يعني هزال مانا بنتك؟ لا مانا بنتي، هزال مانا بنتي، قبلت ملك مع البنت يلي ببطنها، أنا اهتميت بملك وببنتها، ما رح أتركها. معناتها هزال بنت مين بابا؟ بابا هزال بنت مين؟ مين أبوه لهزال؟ بابا قلي بسرعة بابا. شو هالمفاجأة هاي؟ لكان هزال بنت رجال تاني. ها مبين كنان مانو على بعضه، منتبه على هالشي، هو عم بيلاحق شي بس ما عم بيقول. خلوا عيونكن عليه بلا ما يساوي شي حركة غلط ويعرض حاله للخطر. ماشي معلم ماشي، بس صحيح ليش لنخبي الخطة اللي حطيناها على كنان؟ بعدين مو انت قلت انه هالخطوة رح تأثر على كنان بكل الأحوال؟ العدو نفسه، ومبين انه عم نخطط لشي، يا ترى ليش ما منتحرك مع بعض؟ انا ساكت بس منشان احمي اختي يا حافظ، لهالسبب ما خبرته انه فورال هددني بهزال. معك حق معلم، بس بصراحة مو مريحني انه نخبي هالشي عن كنان، كأنه عم نساوي شي من ورا ظهره. نحن ما عم نساوي شي من ورا ظهره، بالعكس عم نحمي ظهره. هو ما بيخاف، مجنون أساساً، قلبه مجروح، بخاف يتصرف بجنان ويروح يخنق فورال وبعدين منرجع للبداية. معك حق معلم،
أهلين وسهلين. أهلين فيكي. انتبهتي إذا كان في حدا عم يلحقك؟ لا ما حدا. فوتي لجوا. طمنيني، لقيتي اللي طلبته منك؟ لقيته. إن شاء الله ما حدا شك بشي. لا بس أخذته بأعجوبة. إمتى رح تروحي على ششمة؟ اليوم المساء. جالا، تعرفي إنه اللي عم تساويه خطير؟ بعدين في ناس عايشين بهداك القصر، شلون رح تتجاوزيهم؟ بعرف القصر منيح، في مرة ناس دعتني وقضيت كم يوم هنيك، يعني بعرف القصر كتير منيح. رح فوت من طرف الساحل عن طريق القارب، رح حل الموضوع واطلع قبل ما حدا ينتبه علي. الموضوع ما رح يكون بهي السهولة. قد ما كان الموضوع صعب مجبورة ساوي، ما عنا حل تاني، لازم لاقي شي وصلنا لناز. وشو ممكن تلاقي هنيك؟ لما ناز تركت فورال كانوا بالششمة، وكل شي صار بهداك البيت. في شي هنيك، متأكدة. كيف فيك تكوني متأكدة لهالدرجة؟ جهاز التنصت بمكتب فورال، الظاهر إنه نفعنا بشي. اسمعي، بكفي بقى فورال، بكفي. مليت من إني ضل عم صلح أغلاطك وغطي على عمايلك الوسخة. صح
صياد السمك. صياد السمك. فورال بيك، أنا قدرت أعرف مين أصحاب الأرقام الغريبة يلي نهايته 30. هذا عرفته، رقم صياد السمك. لمين التاني؟ التاني لمين كنجار؟ احكي. جالا سيهان. جالا سيهان؟ ايه يا بيك، الرقم مسجل باسمه. تمام، حسب اللي فهمته من حديثهم مبين انهم عم يخبوا شي، بس لساتني مصرة انه فوتك على هداك القصر شغلة كتير خطيرة. بعرف، بس انا مجبورة ساويه. سمعتي حديثهم؟ بتوقع كل العقد بتنحل بهداك القصر. مزبوط، بس مع هيك انتبهي على حالك. تمام، لا تشغلي بالك. مين اجا؟ لا تقلقي. مرحبا. تفضل. جالا؟ جالا سيهان مو هيك؟ لا، جيت على العنوان الغلط، ما في حدا هون بهالاسم. دقيقة. هزال. هزال. شو؟ كنان؟ شارع كومو؟ شو الرقم؟ 12/6؟ ماشي، مشي الحال. جبت عنوان جالا. لكن يلا روح جيبها بسرعة، شو عم تستنى؟ تحت أمرك. جالا سيهان، أنا أعطيتك فرصة بس ما استغليتيها منيح، ضيعتيها. كيف لقيتنا؟ أنا جيت لشوف جالا، وطبعاً تفاجأت بشوفتك. تفضلوا، عم بسمعكم. جالة بتكون رفيقتي وعم زورها. غريب كتير، أكيد فورال ما عنده علم بهذا الشيء، ما هيك؟ وإلا كانت ردة فعله غير. على حسب ما بعرف، جالة كانت رفيقة ناس، مزبوط؟ ما رح تخبر فورال مو هيك؟ لا ما رح خبره، لا تقلقي. بس انتو التنتين رح تقلولي كل شي. ما في شي لنقوله، وأساساً بخبر زوجي لما يجي الوقت المناسب. هلأ مضطر أخبي. مشان الله، بلا لف ودوران، أنا بعرف كل شي. إنك بتحبي زوجك وإنك مبسوطة معه، كله جزء من لعبة سخيفة وبس. ما عم ألعب ولا شي. كم مرة لازم أقلك يا كينان؟ بحب زوجي ومبسوطة معه كتير. طالما مبسوطة مع زوجك وبتحبيه وبتثقي فيه، شو خلاك تساوي شي من ورا ظهره؟ ليش بدك تعرفي شو صار لناز؟ قولي. ملك، اجيت لعندك لأخذ موافقتك. على شو عزيز؟ شو؟ مشان أقول لهازال إنه أنا بكون أبوها. لا تعمل رجاءً، حكينا بهالموضوع، ما رح نخبرها الحقيقة قبل ما ننقذها من هداك البيت. أساساً إذا ما خبرناها الحقيقة ما بنقدر ننقذ بنتنا. بخاف يصير فيها مثل ما صار بناز. الله لا يقدر. اسمعي ملك، أنا كتير فكرت، إذا هازال ما عرفت إني بكون أبوها ما رح تصدق شو ما قلت لها، ولا أنه بدي مصلحتها، وما رح تفهم أني عم حاول أحميها. شفتي بحفلة الخطبة، إذا ضلت معتبرتني عدو لزوجها رح توقف قدامي دائما. طالما هي عايشة بهداك البيت ما بقدر هده فوق روسهم. والله ما بعرف، أنا خايفة.
خايفة من دفع ثمن هالسر اللي خبيته. بلكي دارت لي ظهرها وما عاد اطلعت بوشي، شو بدي أعمل من دونها؟ ملك، بعرف فهمانك، بس إذا كان الابن بعيد وهو بأمان، أهم من وجوده قريب وهو بخطر. بدل ما يصيبها شيء وإنها تكون بخطر، مو مشكلة من زعلها وبلا ما تطلع بوجوهنا، بس على القليل ننقذها من هنيك. ما بعرف، على الأغلب معك حق. الأفضل ما نضيع وقت ونحكي مع هازال، بس أنا بحاجة لدعمك ملك، والصح هلأ أنت تخبريها بالحقيقة، يعني لازم هي تسمع من تمك إني بكون أبوها. لا تبكي، بالنهاية شو ما كانت النتيجة رح ننقذ بنتنا من هداك الشحيم. صراحة بالبداية أنا تأثرت فيه، من قوته ومن تصرفاته تجاهي، بس بعدين تعرفت على جالة، خبرتني شو صار بناز، وأنا بلشت خاف من فورال، صار بدي أعرف شو ساوى بناز وين هي. أنت ما بتعرفي مين الرجال اللي تزوجتيه هازال، أنتوا عم تلعبوا لعبة خطيرة. نحن منتبهين للخطر بس ما رح نتراجع. لا، ما نكون منتبهين لشي. هداك الرجال حاول يقتلني. شو؟ ايه بالدير، رجاله ربطولي ايدي ورجلي وزتوني بالبحر. لو حافظ ما اجا وانقذني بالوقت المناسب ما كنت موجود قدامكن هلا. شو يلي عم تقوله كينان؟ ليش ما خبرتني من قبل؟ شو كان رح يتغير؟ انت تركتيني وتزوجتي فورا، وغير هيك كنتي مبسوطة وما كنتي رح تهتمي فيني ابدا. ما بظن اني بهمك. يا الله شو هالوجع هاد، حاسس في دبابات براسي رح تنفجر. الحمد لله. يا بنت توقعتك ما رح تفيق ابدا، اذا شربت كتير هيك رح يصير معك. امتى اجيتي؟ اجيت مبارح بالليل، ما بتتذكر؟ لا ما بتذكر، اخر شي كنت برا، بعدين ما بعرف شو صار بعدين. وقف، معناها خليني أنا ذكرك بابا. كنت كتير سكران مبارح، جبتك لهون على الغرفة وبعدين حكينا شوي، خبرتني شغلات حلوة كتير ونمت بأكتر لحظة مهمة بالموضوع. وشو خبرتك يا بنت؟ قلتلي إنه هازال مو بنتك الحقيقية. مين أبو هازال الحقيقي؟ إذا عرف فورال إنكن عم تخططوا شي من وراء، عندكن علم شو اللي ممكن يعملوا فيكن قلولي، وبالأخص أنتي هازال. خلص انسي هالموضوع بقى، ما فيني اتراجع بعد هالوقت. شفت الرسالة يوم الخطبة؟ يمكن فورال عمل كل هالشي لناز، وأنا لهالسبب عم أقول أنا خايف عليكي، وبالأخص بعد ما شفت هي الرسالة. لو سمحتي هازال تركي هالموضوع، أنا بتصرف رح حلها، لا تقلقي. مستحيل كينان، بدك تحميني وتورط حالك بالموضوع؟ فورال ضعيف اتجاهي وما رح يأذيني،
بس إذا عرف إنه إلك إيد بالموضوع ممكن يعمل أي شيء. لهيك خليك بعيد لو سمحت. في عنا رسائل تانية كمان لناز، كلهم عم تطلب فيهم المساعدة مني ومن أخوه. وصلوا الرسائل لإيدي بوقت متأخر كتير، لو كنت بعرف من الأول. حتى لو كنتي بتعرفي من الأول شو كنتي رح تعملي؟ اتنيناتكن ما رح تقدروا على فورال. إذا نازي اللي كان يحبها لدرجة الجنون شفتوا شو اللي عملوا فيها، مين بيعرف شو ممكن يعمل معك؟ وغير هيك طالما أنا وصلت لكم بهالسهولة ممكن هو يوصل لكم كمان. جالا افتحي الباب. جالا بعرف انك جوا، افتحي الباب. جالا افتحي الباب. كيف يعني ما بتعرف بابا؟ كيف ما بتعرف مين بيكون ابو البنت اللي سجلتها بنفوسك؟ بنتي ما بعرف ما بعرف، مالك خبت علي وما قالت، وانا كنت بحبها كتير، ما سألتها ولا مرة وما حاولت اعرف، كان المهم تكون معي. برافو بابا، ذكي كتير. انت كيف عم تحكي معي هيك؟ انا ابوكي. أعطيني فطيرة من هون. خود لحالك، أنا رايحة. أستغفر الله. لا تقلقوا، ما في شي، وصلوا طلبياتي. شوفوا أنتوا اتنيناتكم ما رح تقدروا تحلوا هالمشكلة، مثل ما قلت لكم فورال ممكن يعرف بأي وقت. طيب شو رح نعمل؟ نقعد ونتراجع عن كل شيء؟ لا، رح نتعاون سوا. أنا حكون معكم من اليوم. لا تدق على الفاضي، ما في حدا. وين لكان؟ ببلجيكا. ببلجيكا؟ ايه، من 10 سنين بتعيش هنيك، كل شي 5 سنين بتيجي مرة وبتقعد شي اسبوع واحد بس. شو عم تقول؟ شو هالحكي هاد؟ اللي وين جالا؟ مين جالا؟ صاحبة البيت اسمها حميات. اتطلع فيني، اسحق تلعب معي، عم قلك وين جالا؟ لعب شو يا اخي، والله صاحبة البيت اسمها حميات، واذا مو مصدق دق على اي باب وسأل. انت عمين عم بتدور؟ يلي عم دور عليها هي جالا سيهان. جالا سيهان؟ ما في هيك اسم هون. لحظة، الجالة سيهان؟ بتعرفها؟ لا، بس فواتير موبايلها بتيجي لهون من 6-7 شهور، وأنا دائما بقول مين هاي جالة سيهان، بس ما عرفت مين هي. أعطيني خبر حلو كنجار. للأسف سيد فورال، عطت لشركة الاتصال عنوان غلط أصلاً، مو ساكنة بهذا البيت. ما بفهم هذا الحكي، لا يجالة وجيبها لهون فوراً. بينتهي ب32 مو هيك؟ أي تمام، سجلته. وأنا شوفي جالة، الخال عزيز كتير غالي علي وقريب مني كأنه أخي الكبير، لهيك أخته بتكون مثل أختي كمان، وأنا مثلك إذا مو أكتر كمان حابب أعرف يلي صار مع ناس، فلو سمحتي لا تدخلي هزال بهالشي، ما بدي إياها تتأذى بنوب. شو بدي أعمل؟ أنت سمعتها، ما بدها تتراجع. بس هي مرت فورال وعايشين تحت سقف واحد، إذا عرف فورال إنه عم نتعاون سوا فأكيد رح يأذيها. جالة، من اليوم ورايح تواصلي معي أنا وبس، ماشي؟ وأنا رح أعطيكي كل الدعم اللازم، اتفقنا؟ الظاهر نحفانة شوي على المرض، فينا نزبطه من هون شوي؟ ايه اكيد ست أرمك. وبدي كمان الطرحة تكون طويلة. ماشي، رح فرجيكي كل القمايش التركية، هنن بالسيارة، رح خليكي تنطري ما تواخذيني. طيب مو مشكلة. شو رأيك امي؟ بتجنني، كتير حلوة. امي ليش عم تبكي؟ ما بعرف بنتي، تأثرت شوي. ماما حبيبتي لا تبكي، ما بدي اياكي تبكي. شوفي انا مبسوطة كتير، بعدين نحنا شو وعدنا بعضنا؟ نضل مبسوطين شو ما صار.
وشو بصير بالأخير مو مهم بالنسبة إلي. وإذا رح موت رح موت وأنا مرت الرجال يلي حبه قلبي. أرمك رح موت وأنا مبسوطة. أنتي وعدتيني ما عاد نحكي عن الموت أبدا. يلي رح يصير بالأخير اتنيناتنا منعرفه. لا تقولي هيك. أنا جهزت حالي وأنتي جهزي حالك. ما بدي اياك تضلي هيك عم تبكي من بعدي. أرمك بنتي. أمي بدي منك هلأ توعديني إنك ما تبكي من بعدي، وبس تتذكريني خليكي مبتسمة، لأني رح كون عم شوفك من المكان يلي فيه السعادة والراحة. يا حبيبتي، يا حبيبة قلبي، يا روحي، يا بنتي. أمي يلا وعديني أمي إنك ما رح تبكي. ماشي بوعدك. كيفك كنان؟ قلت لنا نجي بسرعة. تفضل. صاير شي مشكلة؟ تفضلوا أخي عدو. صاير شي بس ما بعرف إذا كان مشكلة ولا لا. خير شو صاير؟ أنا لقيت جالة. جالة؟ جالة رفيقة ناز مو هيك؟ تواصلت مع هزال خال عزيز وعم يحاولوا يعرفوا شو صار مع ناس. ألو، لقيت بيت جالة سيد فورال. تعقبت إشارة الموبايل وهلا هي بالبيت. اشترت تذكرة طيران لششمة رح تروح على المطار. على ششمة؟ أكيد رح تدور على شي بخص ناز. وهزال معه؟ لا سيدي لحالة. اسمعني كينجار، لا تخلي جهلة تروح على ششمة أبدا. شو ما صار أصحك تخليها تطلع على الطيارة، عم تفهم؟ مفهوم سيدي. الله يلعنك. اثنيناتهم ما بيعرفوا خطورة الشي اللي عم يعملوه، لأنهم ما بيعرفوا ديمير أغلو، مفكرين إنها لعبة أولاد. أنا حكيت مع جالة خال وقلت لها تبعد هزال عن الموضوع وإنه تتواصل معي أنا وبس. هيك كتير منيح. نحنا أخذنا كل احتياطاتنا، مع هيك بلا ما تفوت حالها بشي مصيبة وتخلي الشكوك حواليها. لازم يكون عنا علم بكل خطوة رح تخطوها كنان. ماشي خال لا تقلق. رح أقلق لأن بنتي. أصغر غلط منرتكبه يمكن يروح بنتي، لهيك ما في مجال للغلط أبدا. ماشي حافظ؟ ماشي معلم. يلا جعلها ردي. شو عم تعملي هون؟ جيت مشان شوفك يا أختي. قلت أختي لا تأخذيني لساتني أخدة على هالكلمة، لأنه بالأخير نحن مالنا أخوات يا هزال. Thank you.
يا شرطي. يا شرطي ساعدني. شيلك من هالكلام هلا. شو بدك؟ ليش اجيتي؟ ليكون مشان الفلاشة؟ خلي الفلاشة معك يا روحي. أنا اجيت مشان جدد لك ذكرياتك. شو يلي عم تقولي؟ يلي عم قوله أنت عم تكذبي على حالك وعم تمثلي دور الأميرة. كتير عم اشفق عليكي. بتزعلي. ايه برو احكي بوضوح. قولي اللي بدك تقولي وبعدها روحي. عن جد بتزعلي. زواجك كذب وعائلتك كذب، اختك ابوكي كلهم كذب يا هزال. ما بحسدك عالشي اللي انت فيه. صح اللي قلتيه، وبالاخص موضوع الاخت. كذبه كبيره وخذلان وخيبه امل. انا اللي بشفق عليكي. والله بعد ما تعرفي الحقيقه انت رح تشفقي على حالك كل عمرك يا حبيبتي. حقيقه شو؟ حقيقه انك ما طلعتي اختي يا هزال خانم. أمك خبت عنك هالشي كل هالسنين، وأبوكي حدا تاني يا هزال. الست ملك حملت فيكي من رجال تاني، وبعدين تزوجت هي وبابا. هاي لعبتك الجديدة؟ ما لقيتي شي محبوك أكتر من هيك يا إبرو؟ إذا مو مصدقتيني اسألي أمك، أو روحي اسألي بابا كمان. لو إني كنت بمكانك كنت رحت عملت تحليل الدي إن إيه. شو عم تخبصي انتي؟ بابا هو اللي اعترف بكل شي يا هزال، وانا قلبي ما طاوعني. حبيت تعرفي هالشي. كتير زعلت عليك. وعلى فكرة انتي مثلك متايل حبيبتي. امك كبرتك وعيشتك بهالكذبة طول السنين اللي مضيت. عن جد عن جد وضعك صعب كتير. بتزعلي. طيب بيّن شي دليل مشان اختي نازية كنان. كانوا عم يحكوا عن شوية رسائل. رسائل شو؟ كتبتها لك خال، طلبت المساعدة. فورال ديمير أغلو، الله بيعلم شو كان يعمل معها لحتى تخاف منه. طيب وين هي الرسائل؟ مع هازال. إذا ضلت هي الرسائل بهداك البيت بيكون غلط كبير كنان، لأنه إذا وصلوا لعيد فورال رح يدمر كل شي. هاي جالة. ايه اهلين جالة. كنان محتاجة مساعدتك. شوفي فورال عارف وين مكاني، وبعد كان جاري لحق. وين انت هلا؟ ضيعته. لا تقلق كنان، بس هزال يمكن تكون بخطر. طالما عارف مكاني معناتها عارف انه تواصلنا، واذا عارف هالشي فيعني هزال بخطر. بدي أعمل إضافات لفستان العرس، بدي طرحة طويلة كتير تمد على الأرض. عم أتخيل كيف رح يكون شكله. رح تطلع كتير حلوة حبيبتي. في شي بدي أقوله حبيبتي أرماك. ليش مستعجلين لهالدرجة مشان العرس؟ أنا حابة يصير بسرعة أخي. بعرف حبيبتي، بس لسه مالنا جاهزين. العرس بده تفاصيل كتيرة، وانتو عم تشتغلوا كل شي على عجلة. يعني عم قول لو تأجلوه شوي وتعملوه بالصيف الجاي، هيك منجهز كل شي على أصوله برأيي أحسن. ما فيني استنى أخي، بدي نعمل العرس هلأ. طيب انتو أدرى، بس أنا برأيي لازم انتي وكنان تعطوا علاقتكن وقت أطول وتتعرفوا على بعض أكتر. سنان خلص تركن على راحتهم، هنن شايفين هيك أنسب. طيب أنا علي نبهكن.
شبك فورال، شو صاير؟ ما في شي أمي. كيف ما في شي؟ مبين عم تفكر بشي. ابني وبعرفك، احكي شو في؟ ما في شي لقلك يا. شو فورال، وضعك بآخر فترة بلش يزعجني كتير. لا تتصرف كل شي من راسك. بعت القصر ما حكيت ولا كلمة، عطيت دفنة أسهم وما حكيت شي، ورغم كل هاد ضليت دعمتك. بس إذا فكرت تعمل أي شي بعكر سعادة أرماك رح وقف ضدك وما رح سامحك أبدا. قلت لك هالشي من قبل أمي، ما بدي برر لحدا الشي اللي عم أعمله والقرار اللي عم أخده. إذا حبيتي وقفي جنبي أو ضدي اعملي اللي بدك يا، ما عاد يفرق معي بعد هلا. أمك خبت عنك هالشي كل هالسنين، وأبوكي حدا تاني يا عزال. الست ملك حملت فيكي من رجال تاني، وبعدين تزوجت هي وبابا. أهلين فورال. حياتي وينك؟ أنا بالمطعم. لحالك؟ لحالي، أمي وعمتي راحوا بدهم يجيبوا غراض. شو بصوتك؟ انت منيحة؟ مو منيحة. شوفي صاير شي معك؟ فينا نحكي بعدين فورال، محتاجة ضل لحالي شوي. طيب انت بالمطعم مو هيك حياتي؟ ايه قلتلك اني بالمطعم، لو سمحت منحكي بعدين، بدي ضل لحالي وفكر شوي. طيب يا روحي مع السلامة. للأسف سيد فورال هربت. كيف يعني هربت؟ كيف خليتها تفلت من إيدك؟ عشوائي كنت مسكتها، بس إجت الشرطة ما قدرت أعمل شيء. أصحك تفرجيني وشك كنجار، يا بتجيب هاي البنت لهون يا أما لا ترجع على القصر أبدا. سكرنا هلا. ست هزال رح تجي معنا. شو عم تقول؟ ليش بدي اجي معكم؟ ست هزال اذا ما جيتي بالحسنى رح تجي بالقوه. اطلعوا والا رح اتصل بالشرطه. شو عم تعملوا؟ اتركوني اتركوني، لوين اخذيني؟ اتركوني عم قلكم، لوين اخذيني؟ لك اتركوني، لك اترك، لك ايه، لك اتركوني، اتركني، لك عم اقول لك اتركني. انتوا لوين اخذيني؟ لا تلمسوني، عم قلكم بعدوا عني، شوفوا إذا بصير علي شي ما رح تنسوني.
بعد ايدك عني، لا تلمسني بعد. عزيز توبراك، شو مفكر حالك عم تعمل كنان؟ شو عم تعمل؟ ليش حاطت ايدك بايد هالرجال؟ هازال اهدي شوي، رح اشرح لك كل شيء. ما في داعي تشرح لي، كل شيء واضح. يلا رجعوني واثنيناتكم رح تتحاسبوا على هالشيء. هازال عم قلك اهدي شوي. اتركني، اترك ايدي، اترك. انتي اسمعينا بالاول وبعدين اعملي اللي بدك اياه. اذا بدك تشتكي علينا للشرطه اشتكي، او بدك تسجنينا يلي بدك اياه، بس بالاول اسمعينا. قولي اللي بدك تقوله. انتو شو بدكم مني وليش جبتوني لهون؟ عرف فورال باتفاقك مع جالا، وعرف انكم عم تتحروا على الناس. حياتك بخطر يا بنتي، وقلت لك من قبل كمان فورال زلمه خطير، لازم تبعدي هالفترة. ما رح تقول لها زال إنك أبوها، وما رح تشوف وشها مرة تانية، وبدك تنسى من هلأ لآخر عمرك إنه هزال بنتك. وأنا بالمقابل رح قلك وين مكان الناس. يعني كرمال أختي بدي أتخلى عن بنتي مو هيك؟ أنت شو اللي بيأكد لك إني ما أخلف بوعدي ورجع بنتي؟ صدقني ما بعرف إذا كان عندي، بس بتعرف شو عندي؟ شجاعة. إذا عملت هيك شيء بالأول رح أوس هزال، وبعدها رح أوس حالي. موتي ما رح يأثر عليك، بس تسببك بموت بنتك رح يخليك تموت وإنت عايش. ألو سيد فراد، عم حاول أوصل لجالة بأي طريقة. تركني من جالك يا نجار، هزال مختفية. جيت على المطعم ولقيت شنطة تايتها، قالت لي هي بالمطعم بس ما لقيتها. يمكن يكون عزيز هو اللي خطفها، انا رايح لعنده يكون بيعلمك. برايي لا تروح لحالك سيد فراد. ما عاد يهمني، اذا كان هو اللي خطفها يعني صياد السمك له ايد كمان. ليش عزيز بده يعمل هيك شيء؟ لانه عزيز بيكون ابوها، ما قدر يحمي اخته، مفكر هيك رح يحمي بنته. طالما تجرأ وعمل هيك يعني الحرب بلشت. رح نمحي عزيز دوبراك وكل اللي معه عن وش الارض كنجار. انت روح هلا لعند خليل، شوف إذا كان بيعرف أي شيء، نتواصل بعدين. إيه؟ شوفي، لازم تعملي كل يلي بتقدري عليه لتضلي بهداك القصر. على شوي كنا رح نسيطر عليه، وهلأ عم نطلع واحد واحد. عملي كل شيء لترجعي على القصر إبرو. مستحيل بابا، مستحيل. ليش؟ اسمعي يا بنت، انتو ليش تخانقتوا؟ شو صار؟ ولا شيء. ايه برو، شو صار؟ ايه برو، قلت له الحقيقة انها مو بنتك. هلأ وقت المزح؟ قولي ليش اتخانقت وشو صار بيناتكن. انا ما عم بمزح. انت جنتي، كيف بتعملي هيك شيء؟ لك وين ومخك؟ انت هلأ هيك روحتي علي اكبر فرصة بحياتي كلها، كانت طاقة القدر رح تنفتح لي، بتعرفي هالشي؟ هي اللي جبرتني، حاولت تأذيني وتجرحني وأنا انجبرت إني إلا. هي دائماً عم تضايقني بابا، وهلأ عم تحط كل الذنب علي؟ ذنب شو؟ ذنب شو؟ ولا شي، انسى، ما في شي، عم أحكي مجرد حكي. بس هالمرة ما رح خليها تنفذ مني، رح آخذ الفلاشة من إيدها. فلاشة شو؟ أي فلاشة؟ عن شو عم تحكي؟ والله ما عاد فهمت شي. كل يلي بتملكه هزال هلأ رح أخده منا بابا، نحن ما عدنا بحاجة لإله. أنت بكفي إنك تعرف هذا الشي هلأ.
رح اسحب الفيش تبعك انت كمان.